في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم في قطاع غزة، تزداد ظاهرة تسول الأطفال والنساء والشيوخ في شوارع غزة مع ازدياد نسب الفقر والبطالة. نتابع المزيد في هذا التقرير. في شوارع غزة ومفارقها وكل بقعة حية ينظرون إلى المارة كمصدر رزق لهم، إنهم أطفال ونساء وحتى شيوخ. امتلأ بهم القطاع، يبيعون أشياء بسيطة يستجدون معها استعطاف المرة حتى لا يقال عنهم متسولون. هو طبعا سبب اللي هو الوضع الاقتصادي اللي احنا عايشين فيه والمأساة اللي احنا عايشين فيها، وبالنسبة للناس يعني صارت الناس تشحت نظام بالزوق، اللي هو صار الناس على المفترقات، اللي بيبيع دخان واللي بيبيع بسكوت واللي بيبيع اللدن، فالوضع الاقتصادي احنا عايشين بالمرة صفر. المؤشرات الخطيرة التي تتحدث عنها الأرقام لنسب الفقر والبطالة في القطاع رافقتها مظاهر عديدة قد لا تكون مستجدة، لكنها بلا شك مستفحلة، أخذت بالعديد من المواطنين إلى مفارق صعبة، فإما التسول أو البيع باستجداء أو الموت جوعا على مفارق الطرقات. البطالة وصلت إلى 42% وبين الشباب وصلت إلى 60%، فإن ذلك يشير إلى وجود وضع اجتماعي هش متقلب. من الطبيعي أن يترتب على ذلك ظاهرة التسول أو ظاهرة عمالة الأطفال أو ظاهرة عمالة الفتيات والنساء. يلحقون بك لأمتار عديدة شارحين أوضاعهم البائسة خلال لحظات، لينتهي الحوار بسيل من الأدعية إما لك أو عليك، حتى باتت الظاهرة إنسانية تارة ومزعجة تارة أخرى. والله هم المتسولين موجودين من زمان، بس الفترة هذه كترانين، وحتى كمان طرقهم وطرق التسول عندهم تغيرت وتطورت. يعني بتلاقي في حاجة اسمها التسول شوية ذوق، بتلاقي الشاب أو البنت لابسين ومش مبين عليهم انهم متسولين، بيجي في كلمتين بيحكي لك انا ابصر ايش، ضاع مني المحفظه، ضاع مني اشي، وبياخذ وبيروح. وعلى الرغم من انكار المسؤولين في القطاع لخطوره هذه الظاهره، الا انها تعتبر مؤشرا خطيرا لسوء الاحوال الاقتصاديه التي تدهورت بعد العدوان الاسرائيلي الاخير وزادت معها اعداد المحتاجين. ظاهرة مؤلمة تلامس المشاعر الإنسانية، ارتبطت بأناس لم يختاروا أقدارهم ولكن حلت عليهم لعنة الانقسام والاحتلال دون ذنب يذكر. منى عوكل، قناة رؤيا، غزة، فلسطين.